في موضوع آخر، إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتوزيع الحليب وتوسيع الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة الأعلاف من بين أهم المخططات لتطوير شعبة إنتاج الحليب. التفاصيل مع سلف دعمش في هذا التقرير. شعبة إنتاج الحليب من بين الملفات التي وضعت تحت مجهر الوزير الأول عبد المجيد تبونة في استراتيجيته لإصلاح القطاع الفلاحي، حيث أعطى توصيات بخصوص تعزيز الإنتاج وتنظيم السوق، توصيات أبدت مصالح وزارة الفلاحة استعدادها لتجسيدها. والاجتماع تناول قضية الحليب وكيفاش التداعيات من أجل يعني تدعيم الإنتاج الوطني وتحسين توزيع الحليب على مستوى الاستهلاك. في هذا الإطار احنا على مستوى وزارة الفلاحة، سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وصيد البحري خذا الإجراءات باش يكون فيه يعني تدعيم هذه زراعة الأعلاف. ما يخفاكش أن فيه الآن عندنا تدعيم على مستوى البذور ولا على مستوى الإنتاج تاع الأعلاف، وفيه تسخير يعني مساحات كبيرة خاصة بالمرافقة تاع وزارة الموارد المائية. ملف إنتاج وتسويق مادة الحليب يتطلب عدة إجراءات استعجالية، أبرزها إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتوزيع هذه المادة. الآن الإجراءات الجديدة اللي اتخذتها الوزارة خاصة بالتنسيق مع وزارة التجارة هو تحسين دفتر الأعباء باش يكون في احترام الموزعين، لما يكون عندهم يعني دفتر الشروط نتاع التوزيع في الأحياء ولا في المدن تاعهم، يعني يتم احترام يعني البرامج التوزيع واحترام مواقيت التوزيع، وهذا ما يخلينا باش نحسنوا من العرض ومن التدخلات، وهذا اللي جاري تحسينه باش يكون فيه تنسيق ويكون فيه يعني صرامه اكبر وضبط اكبر ما بين الموزعين والتجار تاعنا. تعالى لطالما ضخت الملايير من اموال الدعم لهذه الشعبه، الا انها ولحد اليوم لم تصل للمستوى المطلوب الذي يقلل من حجم استيرادنا لبودره الحليب.